النهارده يوم فرح عظيم، وحتى شعار الشهر دوت ها انا ابشركم بفرح عظيم بسبب يسوع اللي جه لارضنا، بسبب عمل يسوع. فرح 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 في اسم يسوع. وعندي مفاجاه جميله، يمكن ناس سمعت المفاجاه بس هتفضل هي مفاجاه جميله، عايز اعلن عليها قبل الخدمه. اكيد اغلبنا ان ما كانش كلنا فاكرين اليوم العظيم بتاع يوم 11/11/2011، لما الكنيسه كلها اتجمعت في المقطم علشان تصرخ للرب من اجل ارضنا وبلادنا، ونادت يسوع 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 يسوع. الاسم ده كان بينادى وبيعلن في الاجواء، والرب تنازل بيد قديره وانقذ مصر، انقذ مصر من الهلاك. القلوب اشتاقت، وحبه الخردل اشتاقت. فات 10 سنين على اليوم دوت، ويسوع بينادي على الكنيسه، بينادي على العروسه، انه ليه العروسه عروسه المسيح في ارض مصر ما تتجمعش مره تانيه؟ ليه الكنيسه بكل خلفيتها ما تتجمعش مره تانيه وتصرخ للرب، خصوصا في ايام مثل هذه، وقت خاص جدا. الروح القدس عمال يعلن يا جماعه اتت الساعه، صدقوا انه وقت مصر جه، صدقوا انه زمن الافتقاد والنهضه جت، صدقوا انه ده وقت علشان تصرخوا وتنادوا ايها الاب قد اتت الساعه، مجد يسوع. وهيسمع لصراخ الكنيسه لانه ده وعده، ده وقت خاص. اللي في قلب ربنا يا جماعه لمصر عظيم قوي، عظيم قوي. ربنا بيتكلم على ولاده امه، ربنا بيتكلم على شعب سالك في الظلمه يبصر نور عظيم. ربنا بيتكلم انه يسوع يستعلن في ارض مصر وتراه كل عين، ويجي باعلاناته واياته وعجائبه. ده وقت خاص جدا، والكنيسه دورها دورها انها تصرخ وهو يسمع عليها. عشان كده حبه الخردل رتبت يوم السبت الجاي، مش بكره، السبت اللي هو 11/12. ممكن الاعلان بتاع كل التليفونات يطلع. رتبت يوم 11/12 في بيت الواحة في وادي النطرون، اللي هو البيت بتاع فكر وعمل، انه يوم الكنيسة تتجمع من كل محافظات مصر، من القاهرة ومن كل المحافظات، انه الاف نيجي ونقول له عروستك جاية تناديك. شعار اليوم عروستك بتناديك، عروستك جاية تصرخ وتقول لك تعالى لأرضنا وبلادنا، تعالى باللي في قلبك، تعالى بوعودك، تعالى باستجابات الصلاة، تعالى بزمن الافتقاد. اليوم دوت هيبقى الصبح من الساعة 10 الصبح للساعة 5، الدخول مجانا. الناس اللي في القاهرة اللي عايزة تروح بالعربيات بتاعتها هتروح، اللي عايز وسيلة مواصلات خلي ماشي، هتتصل بتليفون من التليفونات الأربعة ديت، وهيقولوا لك تتجمع فين وتاخد تذكرة الأتوبيس منين. لكن اليوم ده مش بس للقاهرة، اليوم ده للكنيسة في مصر، كنيسة في مصر، كنيسة من أسيوط والمنيا وسوهاج وبورسعيد والفيوم. وعايزة كمان أشجع الناس اللي في الأقصر وأسوان، أقول لكم يستاهل، يستاهل إنك تيجي، يستاهل إنك تركب القطر قبلها بيوم وإنك تيجي تصرخ مع الكنيسة. ممكن ما يبقاش عندك وسيلة للمواصلات، فتتصل برضو لو أنت في المحافظات، اتصل بالأرقام دي وهيخلوك توصل للمندوب بتاع المحافظة بتاعتك، علشان ناس هتتجمع وتيجي بأوتوبيسات، أو ناس هتتجمع وتيجي بالقطر. إحنا متوقعين يوم فارق، متوقعين يوم هيفرق في الأجواء الروحية، متوقعين إنه فعلاً الرب يميل أذنه لصراخ كنيسته. عروستك بتناديك، اوعى يفوتك اليوم ده، اوعى يفوتك اليوم دوت، ما تتفرجش من بعيد، تعالى واصرخ مع الكنيسة. في اختبار تاني عايزة الحقيقة أقراه زي ما هو عشان مش عايزة أضعفه. اختبار أخت الحقيقة مرت بأمراض كتيرة قوي وبتشهد عن المسيح، ويسوع يستحق، يستحق إن احنا نشهد عنه.
بتقول هللويا هللويا مجدا للسيد الرب. أنا اسمي سعاد، السيد الرب له كل المجد، صنع معي هذه السنة كذا اختبار شفاء، أنا مديونة لجلاله مدى حياتي. كان عندي ألم شديدة في الظهر، وبعد الفحوص والأشعة اكتشف الأطباء أني مصابة بسرطان على كل العمود الفقري. خضعت للعلاج بالإشعاع والكيماوي لمدة شهور، وأثناء ذلك أصبت بالحزام الناري بالظهر والبطن، وسيد الرب بفضل صلاة الكنيسة شفيت منه في مدة بسيطة، والطبيب كان بيستعجب. بعدها أخذوا مني عينة من النخاع، وكانت النتيجة لا توجد أي خلية سرطانية بالعمود الفقري. شكراً للرب. وبتقول وشكراً لصلاة الكنيسة. بعدها كانت حركة القدمين ضعيفة جداً مع تنميل، أجريت ليها فحوص، ثبت أني لابد أن أخضع لعملية بالعمود الفقري لعمل حقن أسمنتي وتركيب مسامير خاصة، وكان الأطباء أقوالهم غير مطمنة لنسبة النجاح. لكن صلاة الكنيسة والجسد الواحد الرب استجاب، وذلك في 13/4/2021 نجحت العملية، وعملت علاج طبيعي لشهور. أصبت بكورونا، هي أصيبت الحياة بحاجات كتير، وعشان كده اختبرت الرب بقوة، وكانت المناعة ضعيفة، لكن الرب شفاني، وأنا الآن أمشي مجدا للرب، مجدا للرب. احنا النهاردة جايين نفرح بعمانوئيل، الله معنا، هو معانا، هو وسطينا، هو بيلمسنا، هو بيسمع صراخنا، هو بيتنازل لينا، هو حقيقي لحياتنا. خلونا نقف ونقرأ مع بعض من متى. متى 1 ومن عدد 18. أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا. لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس. فيوسف رجلها إذ كان برا ولم يشأ أن يشهرها، أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. فتتلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. بيقول الكتاب بيحكي عن ولادة يسوع، وأن هو يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. لكن بيقول كمان زي ما قيل بالنبي، زي ما تقال في أشعياء: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. الله معنا. عشان كده في يوحنا يقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. موجود، هو مش بعيد في سماواته. الكلمة صار جسدا وحل بيننا. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. يسوع الذي كان معادلا لله أخلى نفسه، اختار أنه يخلي نفسه أخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يدعى اسمه عمانوئيل، الله معنا. ربنا مش بعيد، ربنا مش في سماواته. كذبوا، كذبوا من أشاعوا إن الله بعيد، كذبوا من أشاعوا إنه ربنا بعيد ومش هيسمع صلاتك، إنه ربنا بعيد ومش حاسس بألام البشرية، سيبها تموت بالوباء، سيبها تقتل بعضها، سيب أطفال يعتدى عليهم. كذبوا من قالوا أن الله بعيد. عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، شخص ملحد قريب حكى اختباره، ولا أنا كنت ملحد وشايف فين ربنا دوت، فين ربنا ده. ويقول في يوم قاعد في وسط أصحابي وبقول لهم: ما هو لو ربنا موجود، لو الإله ده فعلا موجود، كان يجي لنا ويقول لنا هو مين،
كان يجي لنا ويعلن لنا عن نفسه. كان وراه قاعد شخص مسيحي وسمعه، فجاله وقال له على فكرة هو جه، على فكرة هو جه، حكى له عن يسوع. والشخص دوت اتنقل من الإلحاد وسلم حياته للمسيح. وأنا عايز أقولك على فكرة هو جه، على فكرة هو جه، وعلى فكرة هو مش جه بس كده للعالم، هو جالك وجالك، وعلى فكرة هو قريب منك قوي، قريب أكتر ما عقلك يقدر يستوعب، قريب ما أكتر ما ممكن تستوعبي. الله معايا في بيتي، في شغلي، في المواصلات، وأنا ماشي في الشارع ماسك بإيدي. يدعى اسمه عمانوئيل، الله معنا. كذبوا من قالوا أن الله بعيد، ربنا قريب. عشان كده فرح عظيم، أنا أبشركم بفرح عظيم. عشان كده طول الشهر ده عايزين نفرح بيسوع اللي جه من أجلنا، الله معنا. عشان كده عايزة أقول لك، أتحداك وأتحداكي أنه يكون في موقف في حياتك أو ظرف في حياتك أو مكان أنت موجود فيه وما تلاقيش فيه عمانوئيل، وتنادي عليه وما تلاقيهوش بيسمعك. أتحداك، أتحداك، لأنه كلمة الرب هي الثابتة، هي الصدقة، هي اللي بتقوله حقيقي، أنه يدعى اسمه عمانوئيل، أنه الله معنا. كلمة الله بتقول يا جماعة أنه الله ظهر في الجسد، حاجة عقل الإنسان مش عارف يستوعبها. الله خالق الكون ده كله ظهر في الجسد، ومعايا ومع خالد ومع سمير ومع إيمان ومع نورة، الله معنا، الله معنا. يسوع راح للمفلوج اللي عند بركة بيت حزدة، وعرف إنه بقاله 38 سنة. أول كلمة قالها له، بدأ الحديث كده، قال له أتريد أن تبرأ؟ كان المتوقع، صور واحد مفلوج بقاله 38 سنة، كان المتوقع يقول له نعم نعم، أيوة أريد أن أبرأ. لو في إيدك حاجة تعملها من فضلك اعملها بأقصى سرعة، ده أنا بقالي 38 سنة نعم أريد أن أبرأ. بس المفلوج رد عليه وقال له بس أنا عندي مشكلة تانية، وجعاني، مأثرة جوايا، كسر قلبي. أنا مشكلتي مش بس مرضي، أنا مشكلتي إنه ليس لي إنسان، ليس لي إنسان. وجايز عايز يقول له بص، من 38 سنة كان عندي عيلة، كان عندي زوجة وأولاد وقرايب وأصحاب، وهم اللي جابوني هنا عشان تحصل لي المعجزة، عشان أنزل في البركة متى هتحرك الماء. وفي الأول كانوا بيسألوا عليا، في الأول كانوا بيطمنوا عليا وبيجوا يزوروني. بس شهر ورا التاني وسنة ورا التانية زهقوا، زهقوا. والنهاردة وضعي ليس لي إنسان، وكأن الروح القدس جاي وجاوب على المفلوج دوت من خلال الكلمات اللي بيلاطس قالها لما أخرج يسوع لليهود ولرؤساء الكهنة. بيلاطس أخرج يسوع لليهود ورؤساء الكهنة وقال لهم هو ذا الإنسان، هو ذا الإنسان. كان يسوع عايز يقول له أنا الإنسان لمن ليس له إنسان، أنا الإنسان لمن ليس له إنسان، أنا مكتوب عني إني ابن الإنسان. وأنا مش إنسان زي الناس اللي سابتك، أنا مش إنسان زي الناس اللي زهقت منك، أنا عمانوئيل، أنا عمانوئيل. ناس كتير مشكلتهم ليس لي إنسان، بحقيقة ماليش حد. ستات كتير قابلتهم قالوا لي بعد ما جوزي راح السماء، ولادي اتجوزوا مشغولين في أشغالهم مع عيالهم، بقيت لوحدي. هو الراجل ده قال له أنا وحدي، أنا خلاص بقيت لوحدي. يقولوا لي لما البيت بيتقفل علينا، الباب بيتقفل علينا بالليل وأحس إن أنا لوحدي، كتير قالوا لي نورة الوحدة صعبة، الوحدة صعبة. ويسوع جاي يقول لكل شخص ولكل واحدة حاسة إنها وحيدة، حاسس إنه ليس له إنسان، بيقول لك أنا الإنسان، أنا عمانوئيل اللي أملى بيتك بحضوري، اللي أخليك تحسي على طول
انك مش لوحدك، انا معاكي. فرق معايا واحدة ست مصرية قابلتها في امريكا، قالت لي جوزي مات من سنين طويلة، هي مش كبيرة في السن، قالت لي عيالي متجوزين وفي ولايات تانية غير الولاية اللي أنا عايشة فيها. بس قالت لي عارفة يا نورة، أنا بحقيقي بصدق عايزة أقولك إنه هو معايا على طول، هو معايا على طول. قالت لي أنا مش بس بتكلم معاه وقت الصلاة، أنا طول اليوم بتكلم معايا، وطول اليوم هو بيتكلم معايا، طول اليوم إحنا بنتكلم مع بعض. بتقولي بالليل مرات أقول له ساعة بقت 11، أنا عايز أقول لك تصبح خير. والصبح أول ما فتح عيني أقول له صباح الخير. تقولي عيالي بيجوا يقولوا لي ما تيجي يا ماما تسكني في ولاية معانا. بتقولي أنا مش عايزة أسيب ولايتي لأن شغلي فيها كويس، هي دكتورة، ولأنها بحب الكنيسة قوي هنا وليها خدمة ربنا مباركني فيها قوي. قالت لي والحاجة اللي بقولها لهم حبايبي أنا مش لوحدي، صدقوني أنا مش لوحدي. يا جماعة الكتاب المقدس واللي ربنا بيعلنه في الكتاب مش عشان تبقى وعظة تسمعها أو آية أنت حافظها، لكن عشان تختبر عمانوئيل وعشان تختبر صدق كلماته إنك وإنت لوحدك أنت مش لوحدك، وإنت حاسس إنه ليس لك إنسان، أنت ليك إنسان بس إنسان كامل، ومحبته مش هتتغير ومعيته مش هتتغير لغاية آخر يوم في عمرك هنا على الأرض، عمرك 70 80 90 هتلاقي عمانوئيل وهتلاقي أمانته إنه لم يتركك لم يتركك. الشخص دوت حاسس وحيد، حاسس برفض. تصوروا لما واحد يبقى له 38 سنة وما حدش بيسأل عليه، ما حدش عايز يشوفه، ما حدش بيحبه، ما حدش عايز يبقى قريب منه، أنت كلك مشاكل، أنت عبء علينا. ويسوع يجيله، أنا جاي أقرب، أنا جاي أقرب بحبي، أنا جاي أقول لك أنا اللي جاي لك، أنا اللي جيت لك، مش أنت اللي ناديت عليا، مش أنت اللي دورت عليا، أنا اللي عايز أبقى قريب منك. أخت كانت لسه بتحكي إن هي ماسكة مجموعة بنات، وبتقول ولاحظت شهر ورا التاني إنه في بنت مش بتشارك أبدا في المجموعة، كل البنات بيشاركوا وهي ما بتتكلمش أبدا، ما بتشاركش أبدا. فسألتها قالت لها حبيبتي أنت ليه عمرك ما بتشاركي، ليه عمرك ما بتتكلمي؟ ردت عليها رد غريب قوي، قالت لها عشان أنا لو اتكلمت هقول كلام غبي، هقول كلام هيبقى كله غباوة. قالت لها ليه بتقولي كده؟ قالت لها عشان أنا غبية، وعشان أنا أهلي قالوا لي إن أنا غبية، لأن أنا فشلت في الدراسة وخرجوني من المدرسة، وبقى دوري إني أخدم أخواتي اللي بيروحوا المدرسة. قالت لهم أنتوا عارفين أنا اسمي في البيت إيه؟ بابا لما بينادي عليا بيناديني إيه؟ يا غبية يا غبية. قالت لهم أنا مستغربة إنه في المجموعة هنا أنتوا بتنادوني باسمي، أنا كأني نسيت الاسم دوت. الأخت دي مشيت معاها مشوار عشان تختبر عمانوئيل، تختبر قربه وحبه وأنه هو بيحبها قريب منها وهو اللي عايزها. البنت ديت عمل المسيح قعد يشفي يشفي قربه حبه قعد يشفي لغاية ما جاء اليوم اللي راحت فيه لباباها وقالت له بتفضلك ما تنادينيش مرة تانية يا غبية، أنا ليا اسم وعايزاك تناديني بالاسم ده، ما تنادينيش يا غبية لأني أنا مش غبية، لأني أنا محبوبة وأنا ليا قيمة. مين اللي يعمل كده؟ مين اللي يعمل كده مع القلب المكسور؟ مين اللي يعمل كده مع القلب المرفوض؟ مين اللي يعمل كده مع كل واحد حاسس ليس لي إنسان، أنا مش محبوب كفاية، أنا مش مقدر، ماليش قيمة كفاية، لاني ما عنديش ولا فلوس كتيره ولا مركز كبير ولا بيت جميل، ماليش قيمه. مين اللي يقدر يعمل معك كده؟ الوحيد اللي يعرف يعمل معك كده عمانوئيل. عمانوئيل الله معنا. لمشاهده الحلقه الكامله زوروا سات 7 بلس.